حفظ من الله ورعايته الخاص بالجعدان الحقايق. انطلاقة موفقة وانطلاقة سليمة، نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، نتابع المركز الأول والصدارة الأولى، يتقدم على المركز الأول في هذه اللحظات، ينطلق على المركز الأول هذا الحذر لكاسب بن سعيد بن كاسب المسافري، يتقدم المشاركين ويندفع على مقدمة الشوط، بينما يلي في المركز الثاني الوصول والانطلاق من مكلف لسهيل بن بخيت بن نوبي العامري، بينما في المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات الرنجل محمد بن سالم بن علي بن سهران العمري، يتقدم مع المركز الثالث. أما الانتقال إلى رابع المراكز الوصول والغدو من شاهين ناصر بن مبارك بن علي الشريفي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم الوصول من مشكور اهديب بن بخيت الجربوعي المري، وسادس المراكز المركز السادس يتقدم ادهم دبلان بن دنان بفالح الشامسي، بينما في المركز السابع يتقدم في هذه اللحظات يتقدم هنا سياف محمد بن عبد الله بن جوله القمزي، يتقدم مع سابع المراكز، بينما في المركز الثامن الغدوم والتواجد من شاهين مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي، بينما في المركز العاشر يتقدم في هذه اللحظات ينطلق ما شاء الله وتبارك الله شهم لبطي بن سالم بن محمد الشامسي. هكذا هي النتيجة والنداء للعشرة المراكز الأولى. أوفينا لمسامعكم هذه الأسماء، هذه الشعارات المسيطرة هنا في الكادر الإعلامي، وغناء دبي رسنج هي المتابعة لهذه التحديات وهذه الانطلاقات المسائية. ولكن العودة، العودة إلى البداية، العودة إلى المركز الأول ما شاء الله. ها هو بن كاسب، بن كاسب يبحث عن الاكتساب، يبحث عن الفوز، يبحث عن السيارة الفاخرة ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني هنا الغادمة في هذه اللحظات شعار الشريفي يقدم لنا شاهين ناصر بن مبارك بن علي الشريفي. المركز الثالث هنا الواصلة في هذه اللحظات تقدم في هذه اللحظة أدهم نعم لدبلان بن دنان بن فالح الشامسي. يلا يا اخواني المدمرين، الكيل الأخير، كيلو السيارة، كيلو الزعفران، يلا يلي تبي السيارة، يلا يلي تبي السويتش، حرك وروح. اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، قدمنا شوية الجمري، خلنا نتابع هذه اللحظات، خلنا نتابع هذه المنافسة. أغير وتسلل، تسلل أدهم، أدهم 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 أدهم، انطلق مع البداية، انطلق مع المركز الأول بشعار أيضا اللي هو دبلان بن دنان بن فالح الشامسي، انطلق هنا ولكن غادم بن كاسب هنا ليقدم انطلاقته الحذر كاسب سعيد بن كاسب المسافري، ولكن خلاص السيارة إلى العين، إلى هال العين، السلامات عينوية عينوية، تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك يدهم دبلان بن دنان بن فالح الشامسي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل الحذر في المركز الثاني لكاسب بن سعيد بن كاسب المسافري، والمركز الثالث وصل في اللي هو ايضا صرمد بشعار عبد الله بن مطر بن خويدم الشامسي، والمركز الرابع وصل فيه
اللي هو شاهم لبطي بن سالم بن محمد الشامسي، خامس المراكز وصل فيه اللي هو ايضا. هكذا مشاهدين الاعزاء نعود الى التوقيت الزمني، لحظة الوصول، التوقيت الزمني 5 دقائق درينة وخمسين ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا تهانينا وناموس الى مالك يدهم دبلان بن دنان بن فالح الشامسي، تهانينا على هذا الفوز، بينما وصل الحذر في المركز الثاني قاطع الاربع كيلومترات في زمن مقداره في 5 دقائق 54 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا وناموس لكاسب بن سعيد المسافري، تهانينا على هذا الانتصار، بينما وصل في المركز الثالث، ها هو ايضا صرمت قطع مسافة السباق في 5 دقائق 54 ثانية، 9 اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس عبد الله بن مطر بن خويدم الشامسي على هذا الفوز بالمركز الثالث، تهانينا وناموس للجميع.